باهي أصدقائي، تو باش نحكيو على التاب ونستعملوها ياسر. التاب اللي هي شنو؟ التاب كان جيل هنا في الباي، في الباي تشارم، باي تشارم كي تكليك التودو لهنا يعطيك البيج بتاع التودو، تكليكي بروبلمز يعطيك بروبلمز، ديباج يعطيك ديباج، تيرمينال يعطيك تيرمينال، بايثون كونسول يعطيك البايثون كونسول. هذه هي اللي باش نقوموا باستخدامها توا، اللي هي التاب، اوكي، اللي هي تتسمى النوت باد. نوت باد اوكي. باهي، بالنسبه للتواجد نتاعها ما لقيتهاش في الموقع هذاك. التاب كانت تكتب لهنا، حبيت نبحث لكم عليها، ويدجت تيك انتر، فما العديد من المواقع. نشوف الموقع هذايا باش نعطيكم اللينك نتاعها، كيفاش الاستخدامات نتاعها. انا نعرفها باش نوريك كيفاش تستخدموها، لكن فقط نوريكم. اوكي، اعطيك اكزامبل هذايا، مثلا الموقع هذايا اوكي، او اعطيك اكزامبل ومفهوم ظهر لي هذا الاكزامبل. اوكي، مفهوم. باهي، خلينا نقوم بتسجيلها. الصفحه هذه واضحه. وينو وينو، براند 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 براند. طب باش نقوم بصناعتها وحدنا. سيف. يعني اسمها كرييت كتاب ويدجت، هك اسمها. الى اللقاء، الى اللقاء، ما حدش بيك. اوكي، فهم انا. باهي، اول حاجه كي باش نعملو نستخدمو النوت باد هذه، اول حاجه لازم نعملو امبورت للتي تي كي، كيما عملنا الميسج بوكس. كيف كيف عملنا امبورت للتي تي كي، توا زاد باش نعملو امبورت للتي تي كي نتاعنا. باهي، شنو نعملو؟ اول حاجه نعملو شو سموها، نحب نسموها مثلا تاب، ولا نسموها نوت. نوت، باهي، اوكي، نوت تي تي كي دوت نوت باك نوت بوك نوت بوك. انا نقول من بيك نوت باد، نوت بوك، عفوا. والله مبوسي، راني نصور في عديد من الدورات اليوم وكل شيء. صدقوني نصور في الجافا سكريبت وفي النود جي اس، نصور في الجافا سكريبت وباش نتعدى النود جي اس، دخلت بعضي نوت باد ونوت بوك. باهي، نوت بوك. اوكي، الماستر نتاعها شنو باش يكون هنا؟ طبعا باش يكون الويندو. الويندو هو الماستر نتاعها. ليه؟ احد الان كل شيء واضح. ايش نشغله مع بعضنا؟ طبعا ماهوش باش يعطينا حد شيء، لانه ينتظر منا انه باش نعملو نوت دوت بيك دوت دوت بيك. رغم اذاك نجي نشغله، كيف كيف ماهوش باش يعطينا حد شيء. ايش ينتظر؟ ينتظر في الويدجت اللي باش يتحطوا في وسطها. يقول قايل صار هي تاب تحمل ويدجت، هي تحمل ويدجت كما هكا بالضبط، تحمل ويدجت. باهي، معناها مادام تحمل ويدجت تحمل كيف كيف فريم، انها تنجم تقوم في وضع في داخلها، معناها فريم. طبعا تنجم تقوم بوضع داخلها فريم، وتحدد انت نوع اسم الفريم، والفريم هذاك تحط فيه وسطه مجموعه من الويدجت، والخدمه نتاعها تعمل عليها جو يعني. واضح؟ باهي، خلينا نعملوا باتن مثلا، نعملوا باتن بعد كده نعملوا فريم. اوكي، باتون على لهنا. شنو مش يكون الماستر نتاع، الماستر نتاع الباتون هذا شنو مش يكون؟ هو النوت، خاطر مش نقوم بوضعه في وسط النوت هكا. ولا عندنا التكست لهنا باش يكون كليك مي مثلا، كليك مي، و شنو اخر، شنو اخر؟ فقط يزي على نكثروا ياس دوت بيك، فقط يزي. اوكي، فما خطأ لهنا اللي عملت علامة النجمة هذه. اوكي، باهي، كيف كيف عمل لي باتون 2 مثلا، بيت هذا بعد هك. اوكي، اسمه كليك مي تو. اوكي، باهي، لحد الان واضح. باهي، ايش نشغله مع بعض؟ نعمل ران، ماهوش باش يظهر لنا حد شيء، باش يظهر لنا كان الباتون كهو، لكن لاش نشوفه في حد التاب. اوكي، باهي، توا باش نجي نشغله التاب نتاعنا، نكلي نعملو نوت دوت دوت. شنو دوت؟ اد دوت اد. يطلب منك الاد لهنا، يطلب منك دو بارامتر، يطلب منك الشيلد والكا دبليو هذيك، يعطيك السيلف اخطر منها، ما فسرناها من قبل. السيلف هي تعود على الاوبجيكت. اوكي، باهي، اول حاجه باش تطلب منك شنو هو النوت هذيه. النوت هذيه شنو باش تقوم بوضع في وسطها؟ اول واحد باش تقوم في وضع في وسطها البي يو هذا، البي يو اللي هو الباتون الاولاني. شنو باش تسميه؟ باش تسميه مثلا، باش تعطي تكست هنا، باش تسميه تاب 1، تاب 1. اوكي، باهي، والنوت الثانيه كيف كيف نعمل نوت مره اخرى، نوت دوت اد. شنو باش تقوم بوضعها في وسطها؟ بات هذيك، وباش تسميها تاب 2. ايش نشغلوا مع بعضنا؟ ران،
في خطأ في خطأ في خطأ، احنا اخطأنا في شيء معين، في خطأ. ما هو الخطأ يا هذا؟ add to position argument but 3 were given. وين الخطأ؟ الخطأ وينه؟ انتم تشوفوا في خطأ توا، اعطيناه الاول حاجة الاد، الاد اعطيناه الباتون 1 الباتون 2، هذا بسموه تاب 1 وهذا بسموه تاب 2. اين هو الخطأ يا هذا؟ على ما يبدو نسينا التايتل. نسينا التكست. اوكي باهي، تاب 1 تاب 2، شوف شوف مع بعضنا، شوف تاب 1 تاب 1 شنو فيها؟ فيها كليك مي. تاب 2 شنو فيها؟ فيها كليك مي 2. اوكي تاب 1 فيها كليك مي وهذه فيها كليك مي 2. باهي، انا بابا نحب نكبر فيها شوي، كبر لي فيها شوي، اعمل فيل فيل على الواي ران. الواي عاد عملنا على الاكس، عاد عملنا على الاكس. اكس لازم تكون كابيتال ولا تحطها في سينجل كوتس. ران اها ها هيك، تاب 1 تاب 1 تاب 1 تاب 2 تاب 1 تاب 2 تاب 1 تاب 2. اوكي بي. كيف كيف نفسه هي بيدها مع الفريم، راهو نفسه هي بيدها مع الفريم. ها هيك، هاي الفريم تاع، في عوض باش ناخذ هذاك فريم فريم، بعدك تضيف على روحك انت في وسط الداخل وكل شيء فريم. طبعا ما دام اعطيناه تكست الفريم هذاك باش تكون فريم ليبل فريم، عاد ليبل فريم ليبل فريم. اوكي باهي، الويذ والهاي نعطوها باهي. هاي 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 شكون فيها 200 والهاي متاعها الهايث متاعها وين وعد هاكم والهايث هاي 200. كيف كيف هذه زادة ونغيروها هذه اللي كاتبينها كليك مي، هذه فريم 2 هذه، وهذه فريم 1 فريم 1. اوكي ران اها، تاب 1 تاب 2 فريم 1 فريم 2، واضح. تاب 1 شنو فيها؟ فيها فريم 1. هايك شنو عملنا؟ عملنا خلينا نسموها هذه اف 1 واف 2، علاش سموا فك الاسامي هذيك؟ خاطر مشينا بنفس الويدجت الثانية الأولى اللي هي الباتن. أوكي ران طبعا لازم هذه نغيروها، هذه باش تكون الباتن 1 وهذه باتن، هذه فورم 2 عاد. أوكي ران. أوكي يا هوك واضح. تاب 1 شنو فيها؟ فيها الاف 1، الاف 1 هايك. أوكي وهاي تاب 2 باهي يا سيدي، تحب نضيفه باتن؟ نضيفه باتن في وسط الاف 1 هذه. هاي يا سيدي بي 1 ايكوال باتن، شنو باش يكون لهنا الويندو الماستر نتاعو؟ باش يكون اف 1 خاطر باش نضيفوه في وسط الاف 1. انسى تو التاب، انسى تو التاب. اوكي انسى تو التاب، التاب شنو في وسط؟ في وسط تو فورم، اهم فورم 1 وفورم 2. انا عندنا تاب 1 فيها فورم 1 فريم 1، ربي قلت فورم، انا شنو التسميات هذوما؟ ما فهمتش منين نجيب في الاسامي هذوما. فريم 1 وتاب 2 فيها فريم 2. اوكي احنا البطن مو باش نضيفوش، نضيفوه لهنا في الفريم 1 هذا. اوكي باش نضيفوه في الفريم 1، ايش نضيفوه مع بعضنا؟ شنو باش يكون الماستر؟ هو اف 1 التكست نتاعو باش يكون شنو كليك ولا اي حاجه باهي. شنو هو اخر؟ فقط يزك اعمل له بيك وكهواي بي 1 دوت بيك، احنا فقط ناخذ في اكزامبل كليك ران. شوف 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 البطن الموجود واضح او في الفريم 1. امشي تايب 2 فريم 2 ما فيها حد شيء. اوكي ما فما شيء واضح، عليه خط قبضة بإضافته في الفريم 1 واضح. هذا هو ش معناها التاب، ونستخدموها ياسر، هذه تستخدموها ياسر، انه عندنا ويندو بركة، الويندو هذه متاعنا، الويندو هذه متاعنا. اوكي وتلقانا نتحكموا فيها كيما نحبوا احنا، عندنا قداش من تاب لهنا مثلا، عندنا هذه كرييت يوزر مثلا، نعبوا فيها العمال مثلا، لهنا ابديت، لهنا نعملو لهنا نعملو برنت مثلا، نعملو فريم لهنا فيه برنت. اوكي وتعوم بحرك دي. ويقول القائل تو التاب هذه كل بابا، التاب هذه كل ما في وسط فريم من داخل، تنجم التاب بيدها تنجم تكون في وسط فريم من داخل؟ طبعا هي عبارة لوجت،
عبارة على ويجت، ويجت في وسط ويجت، التاب بيد هذوما الزوز، هذوما الزوز هم التاب، وينو عاد وينهم التاب هذه النوت، هذه النوت اللي اسمها نوت، نجم تحطها اصلا في وسط فريم، في وسط فريم، وانت تحدد الطول الكل الصفحة الكل تنجم تحطها في وسط فريم، واضح؟ هذيك هي البرمجة راي، ويجت في وسط ويجت، ويجت في وسط ويجت، ويجت في وسط ويجت، واضح؟ ان شاء الله تكونوا استفدتم الفيديو. اذا عندك اي استفسار ارسل لي على الايميل، ونعتذر على القطعة نتاع الفيديو في الفيديوهات السابقة، ونعتذر كيف كيف على الاخطاء اللي ساعات نقولها بفمي وكل شيء، غالب برشا دورات قاعد نصور فيهم في نفس الوقت، راك تشوف توا التوقيت من تو عندي 6 سوايع هكاك وانا قاعد نصور، عندي هكاك 6 سوايع وانا قاعد نصور، 7 سوايع هكاك واضح، وانا قاعد على الكرسي قدام الميكروفون ونصور وكل شيء. يلا الى اللقاء.